إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الأمراض مثل سعال الديكي. يتميز السعال الديكي بالكحة أو السعال المتعاقب الذي يكون مصاحب للشحقة. أيضا مرض السعال الديكي أعراضه قد تشمل ظهور صوت يشبه صوت صياح الديك، وأيضا سيلان الأنف والعطس وحمى خفيفة. أيضا السعال الديكي مرض معقد بشدة جدا، إلا أنه من السهل الوقاية منه باستخدام اللقاح. أيضا يتم علاج الكحة عند الأطفال الناتجة عن مرض السعال الديكي عن طريق علاج المرض نفسه باستخدام المضادات الحيوية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.